جمعية فنون وثقافات هي جمعية من أجل تخلقت من أجل الثقافة والفن في هذه البلاد، واللي احتضنت إلى بغينا نقوله كانت الفكرة من عند الدكتور زهير قمري، باش كان كي يعني يبلور النشاطات ديال الناس الغيوان، ثم تمتد يعني امتدت النشاطات ديالها الى فروع اخرى، منها تكريم الفنانين الرياضيين، منها يعني اقامه حفلات وعروض يعني لجماهير مختلفه في المغرب. فجمعيه فنون وثقافات كنت من المحظوظين اللي تكرمت في ليله من الليالي ديالها مع مجموعه من الاخوان اللي كان فيهم عمر السيد، كان عبد الواحد التطواني، كان اللاعب الدولي ضمني عبد المجيد، ثم كانت واحد المجموعه اللي حضرت هذا الحفل يعني من ادباء اطباء يعني فنانين، كانت تقامت هذا الحفل في احد الفنادق الكبرى في الدار البيضاء. فجمعيه فنون وثقافات تسعى الى خلق نشاطات ثقافيه وفنيه في بلدنا، فما احوجنا الى مثل هذه الجمعيات في سائر المغرب، ماشي غير في الدار البيضاء بل سائر الوطن الحبيب. اذا فنون وثقافات سير القدام عندها برنامج جاد وجيد في هذه السنه ان شاء الله 2010، حسب ما سمعت انها غادي تقيم حفلات وتكرم فنانين اخرين ورياضيين في المجالين الرياضي والفني. كنتمنى لجمعيات فنون وثقافات كامل التوفيق، وكنتمنى الاخ والصديق الحبيب الدكتور قمري صاحب فكره جمعيه فنون وثقافات كامل التوفيق، وان شاء الله نشوفوا منه الاعداد من الانشطه اللي غادي تفرح جميع الجماهير والفنانين والرياضيين.